لعب شوف يعني ما تسالتش الحياه، مازال مسابقات اخرين ومازال مشاركات اخرين، ان شاء الله دابا يعني نركزوا كل التركيز على كاس العالم. وكنتمنوا خالي لوزيتش كناخب وطني بانه يصحح الاختيارات ديالو، راه اختيارات غير صائبه. بالنسبه لزياش، حكيم زياش لاعب عالمي وعنده جميع يعني القدرات، ولاعب اللي بصح يعني كيلعب على الترابو على المغرب، ومع اننا ما نديرو فعلا يعني تدمرنا. وهذا هو كرة القدم، فيها الفائز وفيها الخاسر، وحنا خسرنا وغادرنا والحمد لله. كانوا اختيارات غير صائبة، ماشي في محلها مرة، كان خصنا نحسنوا من اختيارات ديالنا، واللعابة لعبوا بروح رياضية مزيانة، بروح وطنية كانت فيهم مزيانة. حكيمي كان في المستوى تبارك الله، بوفال كان في المستوى، الفريق الوطني كان في المستوى بكل صراحة، ما ساعدوش الحظ كان لصالح الفريق المصري. وعلى كل حال احنا فرحانين لمصر انك تبقى دولة عربية، وهنيئا لمصر والمستقبل للمغرب في كأس العالم ان شاء الله. الشوط الاولاني المنتخب عرف كيفاش يساير، اطور الشوط الاولاني. الشوط الثاني الديفو ديال المدرب، خرج ناس من المقابلة اللي كان سفيان بوفال داعي كيدخل ويخرج نفس الاغلاط ديال الاعوام الماضية وما كيتعاودو دابا. دائما نفس العام كيوقع نفس السيناريو، دائما ما عمرنا ما نعملوا. شوف حنايا كنطيحوا مع العرب، ما كيبقاش اللعب ديالنا كيف ما كتبقاش نفس القتاليه نفس هذه، كنطيحوا مع المغرب ما عرفتش. واخا حنايا مسار كان نفس لاعبين مدرب كلشي الجامعه كلشي، هما اسباب فوزي قجاع وهذيك. دائما في هذه المباريات كيضغط كيضغط على اللاعبين. ما عرفتش ديك الناصري الوداد علاش ما جينا عند المنتخب، علاش ما جينا عندهم، علاش خلي ملاعبيه كيف ما هذيك يعملوا اللعب ديالهم، ما هذيك شي يعملوا اللعب ديالهم اللي كيعرفوه، ما يبقاش يفكر في الخساره وهذه. نفس السيناريو كي تعاود نفس العام يعني. منتخب ما قدمش داك الشيء اللي كنا كننتظروا منه، مسؤوليه كيتحملها مدرب، لان كان كيعتمد على المجموعه بحال اللي كيقول، ولكن مؤخرا بان بان النجوميات غات على المجموعه، لانهما بلاعب واحد قدروا يغيروا النتيجه. وكاين مساله اخرى، انه المنتخب المصري ضغط علينا نفسيا اكثر من اللي لعب معنا كره، لانه ملي سجل المنتخب الوطني الهدف الاول الطاقم لا التقني ولا اللاعبين كيضغطوا على الحكام، ضغطوا على اللاعبين، لاعبين عندنا باقيين صغارين ضغطوا عليهم. كما خسرنا خسرنا كاس العرب مع الجزائر نفسيا، حتى هذه المقابله هذه
خسرنا نفسيا صراحه. رساله اخيرا للاعبات، تقريبا لاعبات 22 23 عام، بحال اللي كنقولوا دائما هذه 45 عام، خسرنا مقابله وربحنا ربحنا منتخب، وشكرا. هادشي اللي كاين، الله يبارك فيك، شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.